صفات قلوب أهل القرآن. إن لقلوب أهل القرآن شأنا عظيما، فإن لها أمرا مختلفا عن غيرها. فإن أهل القرآن إذا ذكروا بالقرآن تذكروا، وإذا وعظوا بالقرآن انزجروا، وإذا خوفوا بالقرآن خافوا. حاضر الدمعة، رقيق القلب، لين الجانب، كل هذه صفات صاحب القرآن على الحقيقة. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن أصحاب القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال قتادة رضي الله عنه حينما ذكر هذه الآية، قال: هذا نعت أولياء الله في كتاب الله، أنه تقشعر قلوبهم وتدمع أعينهم لله جل وعلا. قال قتادة: ولم يذكر الله عز وجل من نعتهم أنهم كانوا يصرخون، ولا أنه كان يغشى عليهم. قال قتادة: وإنما هذا نعت أهل البدع من الشيطان. إذن فقلوب المؤمنين تلين للقرآن، وتخاف إذا ذكروا به، وتدمع أعينهم إذا مرت عليهم آيات من هذه الآيات العظيمة. وكذلك كل أفعال القلوب من هذا الباب متعلقة بهذا القلب، إذ القلب هو مضغة التي في القلب في البدن، إذا صلحت صلح الجسد كله. من صفات صاحب القرآن، وأقف عند هذه الصفة اختصارا للوقت، أن صاحب القرآن من طبعه التواضع والخشوع لله جل وعلا، فإن الخشوع من أعظم آثاره التواضع. ولذلك لما ذكر أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى صفات أهل القرآن، قال: ويتواضعون لأهله ولمن تعلمه. ولما ذكر صفات الذين يتعلمون القرآن للدنيا، قال: ومن صفاتهم أنهم يتكبرون بعد قراءته على خلق الله، ولا يتواضعون فيه، ويحبون أن يتصدروا وأن يعلوا على غيرهم. إذن هذه من أفعال القلوب التي يمتحن المسلم نفسه، ولينظر أهو من أهل القرآن على الحقيقة أم أنه ليس كذلك. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن المؤمن يختبر نفسه عند القرآن، فإن كان من أهل القرآن شكر الله عز وجل وحمده وسأله الزيادة، وإن كان على غير ذلك النعت، فإنه حينئذ يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله عز وجل عليها.